الرئيس السيسي في باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي بدعوة من ماكرون، ويبحث على هامشها القضايا الإقليمية والدولية. بعد انتهاء هدنة 72 ساعة تجدد الاشتباكات في الخرطوم، وواشنطن تقر مساعدات إنسانية للسودان ودول الجوار بعشرات الملايين. بمشاركة واسعة، لندن تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار أوكرانيا، وزيلينسكي يعتبر هذا المؤتمر رسالة انتصار ضد روسيا ويطالب بعضوية كاملة في الناتو. 13 بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي ستعقد غدا على مدار يومين تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث إن القمة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول. كما أوضح المتحدث أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سوف يؤكد كذلك على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27. وأهم الإنجازات التي تحققت، فضلا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناقش قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد المقررة غدا في باريس عددا من القضايا، على رأسها سبل إيجاد أدوات للتمويل مبتكرة لمواجهة تحديات، وتهدف إلى إرساء قواعد نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا. تعد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال. كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة. دول العالم جميعها
النامي والمتقدم منها باتت على يقين بحجم الأزمات الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالجميع بعدما تفاقمت الأوضاع جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. فبمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة و40 منظمة دولية و120 أخرى غير حكومية، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية تحت عنوان قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. القمة التي تعقد في وقت حرج وصل فيها الدين العام إلى مستويات قياسية في العديد من البلاد، تزدحم طاولتها بالعديد من الملفات من بينها إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الدين وتمويل التكنولوجيا الخضراء. القمة ستسلط الضوء على محاولة حل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها العالم، لا سيما تحديات الأمن الغذائي والطاقة وتأثيرها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وضرورة السعي لتعزيز القدرة المالية للدول التي تواجه صعوبات وتلك الأكثر مديونية. قمة فرنسا التي ستشهد نحو 50 حدثاً جانبياً وست موائد مستديرة وأكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، ستبحث كذلك جهود تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء بالدول النامية والناشئة. وللمزيد حول مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي غدا بباريس، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، مشاركة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، قمة ميثاق التمويل العالمي، قراءتك لهذه المشاركة من قبل السيد الرئيس في هذه القمة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل مستمعك، وهي قمة مهمة ومشاركة أهم، والحقيقة هذه المشاركة بتثري القمة وليس العكس. هذه المشاركة بتثري القمة لأن مصر من الدول الكبيرة ومن الدول الرائدة في مجال الدعم الفني والمشاريع التنموية، وهي دولة يعني ليها مشروعات كبيرة. يمكن السيد الرئيس كان لسه بيقابل مسؤول الأوروبي ثم مسؤول بنك التنمية الأفريقي بخصوص تمويل مشروعات تنمية في مصر وفي القارة الأفريقية. وبعدين تفتكري لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يترأس ومصر ترأس الاتحاد الأفريقي، كان كل جهد مصر منصب على تمويل التنمية في أفريقيا، ومن قمة باريس على سبيل المثال، قمة فرنسا أفريقيا، قمة ألمانيا أفريقيا، قمة روسيا أفريقيا، قمة اليابان، القمة اليابانية الأفريقية، كلها بتنصب على تمويل عمليات التنمية وتمويل برامج ومشاريع التنمية. فإحنا دولة الحقيقة عندنا باع طويل في تمويل المشاريع الدولية، ويمكن إحنا مش بس عندنا باع في تمويل، لا، إحنا من المناديين على مستوى العالم بأهمية الدعم الفني أو التكنيكال أسيستنس، وليس فقط التمويل المادي أو الكاش ترانسفير. أهمية التكنيكال أسيستنس أو الدعم الفني التمويلي لمساعدة الدول على النهوض بسياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال الخبرات والاستشارات، وليس من خلال فقط التمويل المادي أو الفلوس والأموال. برضه فكرت تاني يعني تصريح السيد الرئيس ومناداته للدول العالم والممولين بتمويل التنمية بأن ليست الأموال هي التي تبني ولكن الخبرات التي تبني، بالتالي نقل الخبرات عن طريق برامج التمويل الأجنبية جزء مهم جدا. يمكن السيد الرئيس في كلمته وفي حضوره ركز على هذه النقطة، أهمية نقل الخبرات من خلال التمويل الدولي وليس فقط دعم معونات أو برامج أو قروض مالية للدول النامية. دكتور عمرو، يعني حضرتك أشرت إلى نقطة في منتهى الأهمية وهي الملف الخاص بالتمويل. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أنه السيد الرئيس سيركز خلال هذه القمة بشكل خاص على تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة. رؤيتك لذلك؟ صحيح، وفي نقطة مهمة خليني أقولها وشيء بشيء أذكر، يمكن احنا من الدول التي تتلقى برامج دعم فني وتمويل وقروض وليس هذا عيب، لكن احنا كمان عندنا صندوق التعاون الافريقي اللي ليه ايادي بيضاء على افريقيا. كلنا عارفين هذا الصندوق، كلنا عارفين تاريخ مصر في تمويل التنميه، ومش عايز اقول تمويل، خليني اقول دعم التنميه في افريقيا ودول عديده من العالم من خلال خبرات، نقل خبرات مصريه الى دول العالم. وبالتالي فكره السيد الرئيس وكلام السيد الرئيس مهم جدا، ان يكون هناك شراكه وهناك مسؤوليه
ويمكن مصر ردت في كثير من اللقاءات بأهمية مسؤولية الدول المتقدمة والدول الصناعية لا سيما في قضية المناخ على سبيل المثال، في قضية الهجرة على سبيل المثال، في قضية الأمن والإرهاب على سبيل المثال. احنا يا ما لدينا بأن الدول الكبرى لابد أن تكون لها مسؤولية في قضية الإرهاب، أن كثير من قضايا الإرهاب ليست الدول العربية والدول الإسلامية مسؤولة عنها، لكن هناك أطراف خارجية، قضية الأمن على سبيل المثال، قضية الهجرة على سبيل المثال، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة، وهو ما نادى به السيد الرئيس أن تتحمل الدول مسؤولياتها لإيجاد آلية مستدامة لتمويل عملية التنمية في الدول النامية. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح. شكرا. أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة في تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها. وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن تلك المباني سوف يتم تسليمها لصندوق مصر السيادية الذي سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المباني. في الوقت نفسه أكد مدبولي أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير يتسق مع خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، يحقق زيادة للدخل القومي لا سيما بالعملات الأجنبية، ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب. وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو. يطيب لي في هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيج يتوافدون من مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمي واسمكم جميعاً بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري الكريم وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات. ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة احتفال مصر في 30 من شهر يونيو الجاري بالثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حين تنتفض لا يقف أمامها أي عائق. وهي أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعلنت وزارة الصحة خطط التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وأوضحت الوزارة أنه سيتم الدفع ب 2229 سيارة إسعاف بالميادين والحدائق والطرق السريعة وعشرة لنشات إسعاف نهرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم تكثيف وجود الفرق الطبية بأقسام الطوارئ وفرق الانتشار السريع لدعم المستشفيات على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى توفر مخزون كاف من فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم على مستوى المحافظات. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. الذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر،
ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا 4 جلسات المحور المجتمعي بمركز القاهرة للمؤتمرات. وتناقش جلسات الغد قضايا مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، وكذلك أسباب العنف الأسري وسبل مواجهته، فضلا عن المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. قالت المديرة التنفيذية لجمعية التطوير والتنمية جاكلين مراد إن مصر من أقدم دول العالم التي لديها عمل أهلي، لافتة إلى أن العمل الأهلي في مصر يمثل قاطرة للتنمية. وأضافت جاكلين مراد أن العمل الأهلي قام بدور فاعل بالتعاون مع الحكومة، خاصة في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا. مصر دولة من أقدم دول العالم اللي عندها عمل أهلي، والسنة دي بنحتفل ب 200 سنة على وجود العمل الأهلي في مصر. الحقيقة أنه العمل الأهلي في مصر ساهم في حاجات كبيرة جدا جدا، وهو خطيرة حقيقية للتنمية. وخلينا نتكلم عن 10 سنين اللي فاتوا بس، رغم يعني قدم العمل الأهلي، لكن في 10 سنين اللي فاتوا أنت واجهت أزمات متكررة. من مثلا من ثورة يناير 2011 كان عندك أزمة عمالة، ناس بطلت تشتغل، مؤسسات توقفت، حاجات كده. العمل الأهلي تدخل عشان يحل الأزمات دي، ومؤخرا في أزمة كورونا العمل الأهلي قام بدور غير عادي وفاعل جدا جدا جدا، يدا بيد مع الحكومة في حل الأزمات الصحية ونجدة الناس في الأماكن اللي ما كانش فيها إسعاف، المحرومة والبعيدة عن تناول الدواء. بالظبط كده. فده يعني ده كده لمحة صغيرة جدا من تأثير العمل الأهلي على الأرض. أكدت نيفين مسعد مقررة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان أن الفترة من 2013 حتى الآن كانت لها ظروف خاصة اقتضت تدابير خاصة. اقترحت نيفين مسعد إنشاء وزارة متخصصة للبحث العلمي، إضافة إلى ضرورة تفعيل العلاقة بين وزارة الهجرة والجامعات من أجل الانفتاح على الباحثين المصريين بالخارج. طرحت أفكار جديدة، منها أن يتم يعني تخفيف بعض القيود التي يخضع لها النشاط الجامعي. البعض اقترح أن تنشأ وزارة للبحث العلمي، مش بقى وزارة الدولة للبحث العلمي، ولكن أن تكون هناك وزارة متخصصة لهذا الأمر. البعض اقترح إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات، لأنه يعني مضى فترة طويلة جدا، حوالي 50 سنة على صدوره، فنحن بحاجة إلى إعادة النظر فيه. البعض الآخر رأى تفعيل العلاقة بين وزارة الدولة للهجرة وبين الجامعات من أجل الانفتاح على الباحثين المصريين المقيمين في الخارج، باعتبارهم ثروة بشرية وباعتبارهم منتجين للعلم والمعرفة. يعني في الحقيقة الجلسة كانت غنية جدا. قال النائب مصطفى سالم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن العالم يشهد ظروفا اقتصادية صعبة. أضاف سالم أن هذه الظروف تضع صانع السياسات النقدية في موقف استثنائي بسبب حالة عدم اليقين. كلنا شايفين الظروف العالمية اللي بيمر بها العالم كله، التداعيات المتلاحقة، فيروس كورونا، ثم موجة التضخم، الأسعار العالمية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا وضع السياسة المالية بيتعرضوا لضغوطات شديدة، لأن في حالة عدم يقين، يعني مش عارفين الظروف دي هتنتهي إمتى. الظروف دي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل دول العالم، ومصر طبعا جزء من العالم، جزء لا يتجزأ، تأثرت بشكل كبير بهذه التداعيات. هذه التداعيات ترتب عليها، يعني من أهم التداعيات اللي ترتبت عليها، رفع أسعار الفايدة وبالتالي رفع مستوى يعني الدين العام، وأيضا أثرت على أسعار المواد الغذائية، نقص المواد الغذائية وارتفاع في الأسعار، أثرت على سلاسل الشحن، أثرت على تكلفة النقل، على أسعار الطاقة. كل دي الظروف دي أثرت على مستوى عجز الموازنة. تجدد
شتت الاشتباكات صباح اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش والدعم السريع، وذلك عقب انتهاء هدنة استمرت 3 أيام تخللتها انتهاكات. أفادت مصادر سودانية أن القتال قد تجدد في أم درمان، حيث سمع أصوات طائرات ودوي نيران مضادة للطائرات ونيران مدفعية من قاعدة في شمال المدينة، بينما رصدت اشتباكات على الأرض في جنوب العاصمة الخرطوم. أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة بقيمة 172 مليون دولار. وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه من خلال هذا التمويل قدمت الولايات المتحدة أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في هذه السنة المالية للسودان والدول المجاورة، بما في ذلك تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليا والأشخاص المتضررين من النزاع في المنطقة. أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان. حثت الصحة العالمية الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لملايين السودانيين، مضيفة أن شهرين من العنف المحتدم قد أثر تأثيرا شديدا على تقديم الرعاية الصحية، وهو ما خلف 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، وللمزيد ينضم إلينا من أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ما جديد الأوضاع لديك الآن؟ نعم، بعد التحية، الجديد هو الزيادة في عدد الشاحنات المحملة بعدد كبير من المساعدات عبارة عن مواد غذائية أو مشروبات تتجه مباشرة من خلال العبارات الموجودة في مدينة أبو سمبل إلى معبر قسطل تحديدا، وعلى الطريق البري الآخر إلى معبر أرقين. يعني منذ قليل العبارة التابعة لمحافظة أسوان يعني قامت بتحميل عدد كبير من الحافلات المحملة بعدد من المساعدات الغذائية المتجهة مباشرة إلى مرسى حجر الشمس، ومن ثم الوصول إلى معبر قسطل. وهذه العبارة بعد بالطبع أن يعني هناك عدد كبير من الوافدين بعدد من الحافلات من خلال هذه العبارة وصلوا بالفعل إلى مرسى وميناء أبو سمبل النهري للاتجاه إلى مدينة أسوان وإلى موقف كركر الدولي، لكن هذه الحافلات وهذه الشاحنات المحملة بعدد كبير من المساعدات الغذائية مهمة للغاية، خاصة في ظل تواصل عمل المنظمات بالتعاون مع الحكومة المصرية وتسهيل الحكومة المصرية عمل هذه المنظمات لتقديم مزيد من المساعدات، لعل كان آخر هذه المساعدات الممر الإنساني ما بين أسوان ووادي حلفة بالشراكة والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لتقديم ما يقرب من 50 طن من المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية المختلفة، هذا بالإضافة إلى الخدمات الصحية. لاحظنا أيضا اليوم تواجد لسيارات الإسعاف التي تجوب مدينة أبو سمبل، وإحدى هذه السيارات متجهة عبر العبارة التابعة لمحافظة أسوان متجهة إلى معبر قسطل لتقديم بالطبع كل الخدمات، بجانب سيارات الإسعاف الأخرى الموجودة داخل معبر قسطل وتقدم كل خدماتها للوافدين السودانيين، بالإضافة إلى النقطة الثابتة للهلال الأحمر الطبية التي تقدم أيضا كل الخدمات الطبية وتوفر كل الأدوية التي يحتاج إليها الوافدين السودانيين. في ظل كل هذه الخدمات هناك أيضا متابعة من محافظة أسوان لكل هذه الخدمات والحرص على تواجد واستمرار هذه الخدمات على مدار الساعة، بل ومضاعفة هذه الخدمات مع تزايد الأعداد المستمرة للوافدين، سواء نتحدث أيضا هنا عن مدينة أبو سمبل أو حتى في محافظة أسوان وفي حي الصداقة الجديدة والقديمة وفي مدينة إدف ودراو، هذه المدن أو هذه المناطق ووادي كركر أيضا يكثر بها توافد السودانيين، فبالتالي يتم
يعني مضاعفة هذه الخدمات في هذه المناطق، خاصة مع وجود بعض القوافل التموينية الغذائية لتوفير كل السلع الغذائية، خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة للوافدين السودانيين. وفي كل هذه الخدمات التي تتم داخل محافظة أسوان تأتي الإشادات الدولية بهذه الخدمات. كان آخر هذه الإشادات مفوضية شؤون اللاجئين والسيد فيليب جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وطبقا لما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة أشاد بالتجربة المصرية وبالخدمات المصرية والذي يقدمه الشعب المصري، وقال أنه مثال يحتذى به لكل دول العالم في الكرم وحسن الضيافة واستقبال الوافدين السودانيين وتوفير نعم. ملاذ آمن لآلاف الوافدين وأيضا يعني الفارين من نعم. الاشتباكات والاندلاعات داخل السودان. وبالتالي ملحمة وطنية كبرى تقدم هنا في محافظة أسوان لتقديم كل هذه الخدمات. يعني نتحدث أيضا عن المستشفيات الصحية الموجودة لك. التي تقدم كل خدماتها الطبية عن طريق السيارات الإسعاف والعيادات، سواء المتنقلة عبر المعابر الحدودية المختلفة أو حتى في وادي كركر، أو حتى العيادات الثابتة. هناك أيضا عيادات ثابتة للهلال الأحمر المصري أمام محطة سكك حديد أسوان، لأن هذه المحطة تستقبل أعداد كبيرة يوميا من الوافدين السودانيين للتوجه إلى محافظة القاهرة أو إلى أي من المحافظات الأخرى، وتوفر ما يقرب من يعني 4000 مقعد في 6 قطارات يوميا، وتوفر لهم كل الخدمات اللوجستية والغذائية أيضا المتواجدة في محيط محطة سكك حديد. شكرا جزيلا. هذا بالإضافة إلى أن مدينة أبو سمبل هي نقطة هامة في المبادرات المجتمعية التي نعم. تقدم من الأهالي هنا للوافدين السودانيين ومساعدتهم على توفير السكن وتوفير الحافلات التي تنقلهم إلى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى استقبالهم بحفاوة في كل الأوقات وفي كل الأماكن الموجودة في مدينة أبو سمبل أو حتى في مدينة أسوان. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا من أسوان، شكرا لك. ونتحول إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن عملية إعادة إعمار بلاده ستكون رسالة انتصار ضد روسيا. وخلال كلمته في مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحمي أوروبا والعالم مما وصفه بهدم قيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية كانت سببا في وحدة أوروبا والناتو. وقال زيلينسكي إن كييف تنتظر من الناتو موقفا شجاعا بالموافقة على انضمامها في الحلف الشهر المقبل، مشددا على حاجة بلاده الملحة للحصول على منظومات دفاعية وطائرات قتالية وذخيرة لضمان الانتصار ضد روسيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بأكثر من 1.3 مليار دولار من أجل التعافي من أثار الحرب. وأضاف بلينكن خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في لندن، أضاف أن واشنطن سوف تستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الطاقة لديها. صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه يجب العمل على تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا التي تمر بتحديات معقدة بعد تدمير روسيا لمحطات الطاقة بها. وخلال افتتاحه مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن، أكد سوناك أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار الذي أحدثته في أوكرانيا. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستعمل على تحويل أموال روسيا المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، كما ستوفر قروضا لكييف بقيمة 3 مليارات دولار. إلى جانب هذا المؤتمر الذي تجتمع فيه أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة أعمار أوكرانيا. تداعيات غير مسبوقة للحرب الأوكرانية ليس على القارة البيضاء التي تشهد للمرة الأولى في الألفية الجديدة حرباً ونزوحاً لآلاف المواطنين فحسب، بل على العالم شرقاً وغرباً.
فقد تورط العالم كله في تلك الحرب اقتصاديا، سواء بتحمل التبعات أو بالتورط في المساعدات، مثل الدول الأوروبية التي تعتبر أوكرانيا في حرب لها بالوكالة في مواجهة الهيمنة الروسية. وعلى رأس تلك الدول تأتي بريطانيا، التي أعلن رئيس وزرائها ريشي سوناك بجملة كاشفة أن بلاده ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وأنهم يعتزمون دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وفي إطار الدعم البريطاني، تحتضن لندن مؤتمراً لدعم أوكرانيا يحضره أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم. وأشار داونينج ستريت إلى أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 1.6 تريليون دولار تعهدت بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها. هذا وقعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات اتفاقاً لتشجيع التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات في أوكرانيا. وتعتزم بريطانيا المساهمة بمبلغ أولي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم مشاريع إعادة الإعمار في ظل النزاع المستمر، إضافة إلى تمويل يصل إلى 250 مليون جنيه لمشاريع إنمائية. كما يخصص نحو نصف هذا التمويل للدعم الإنساني عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمساعدة المجتمعات المحلية على خط المواجهة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي المساعدات التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا منذ بداية الحرب 347 مليون جنيه استرليني. قال أندري فوروبيوف حاكم منطقة موسكو إن الجيش الروسي اعترض طائرتين مسيرتين كانتا تقتربان من مستودعات عسكرية في المنطقة. أوضح المسؤول الروسي أن الجيش قد أسقط المسيرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط العاصمة موسكو، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو سقوط ضحايا جراء هذه العملية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش بحث مع الأطراف المعنية على بذل قصارى جهدهم لضمان استقرار هذا الاتفاق الحيوي المقرر تجديده في 17 يوليو المقبل. في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي المقرر تجديده في 17 يوليو المقبل. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن صادرات المواد الغذائية تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن في أكتوبر الماضي إلى 1.3 مليون طن في مايو، وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي. كما أكد فرحان حق أن الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بدعم تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، مضيفاً أن هذا الاتفاق مهم للغاية حالياً مع بدء موسم الحصاد الجديد للحبوب في كل من أوكرانيا وروسيا. أما روسيا التي لا تخضع صادراتها من المواد الغذائية للعقوبات الغربية المفروضة بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فتقول إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات، وهو عائق يزداد تعقيداً مع إعلان الأمم المتحدة عدم مقدرتها التعاطي مع الشكاوى الرئيسية الروسية، ليبقى مستقبل اتفاق الحبوب غامضاً مع تزايد الأزمة وتصاعد حدتها.
كشف تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة ومؤسسة التمويل الدولية عن تسجيل الصين الحجم الأكبر من الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة والنامية. أوضح التقرير الدولي أن حوالي 770 مليار دولار تستثمر كل سنة في الطاقات النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، لكن الحجم الأكبر منها يتركز في الصين والهند والبرازيل، وهي من القوى الاقتصادية النامية الكبرى. وتتصدر الصين القائمة، وذلك باستثمارها بثلثي هذا المجموع، حيث تبلغ استثماراتها 511 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على أفريقيا التي استثمرت 32 مليار دولار فقط. قفز معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاماً خلال مايو الماضي، مواصلاً الضغوط على بنك إنجلترا الذي يجتمع الخميس وسط توقعات واسعة بمواصلة رفع الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار. أظهرت البيانات البريطانية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفع إلى 7.1% في مايو، وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي 8.1% في مايو، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 1.3% في إبريل. حافظ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر مايو على استقراره عند 3.69%، وهو نفس معدل زيادة الأسعار على أساس سنوي لشهر إبريل، وذلك وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية. وعلى أساس سنوي سجلت أسعار مجموعات الأغذية والمشروبات خلال مايو ارتفاعا بنسبة 6.85%، ومجموعة الملابس زيادة بنسبة 6.80% وفقا للبيانات الحكومية. أما على أساس شهري فقد ارتفع معدل التضخم في مايو بنسبة 0.15% مقابل 0.16% في إبريل. أبدت الخارجية الصينية رفضها واستياءها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الصيني، واعتبرت الخارجية الصينية تصريحات بايدن استفزازا سياسيا وانتهاكا لكرامة بكين. وكان بايدن قد أدلى بتصريحات خلال حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا، وصف خلاله نظيره الصيني بالديكتاتور، وأتي ذلك عقب يوم من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالرئيس الصيني خلال زيارته إلى بكين، والتي استهدفت تخفيف التوتر بين البلدين. قالت وزارة الدفاع التايوانية عن إبحار مجموعة حاملات طائرات صينية بقيادة السفينة شاندون عبر مضيق تايوان، يأتي ذلك وسط تصاعد للتوتر العسكري بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وقالت الدفاع التايوانية إن شاندون التي دخلت الخدمة في 2019 قد أبحرت في اتجاه الجنوب عبر الجزء الغربي من المضيق، مضيفة أنها قد أرسلت قوات مناسبة لمراقبة الأنشطة الصينية. تعمل حاملة الطائرات في غرب المحيط الهادئ، وشاركت في تدريبات عسكرية صينية حول تايوان في إبريل الماضي. أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ أن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية هي انتهاكات للقرارات الأممية. أضافت سينغ أن نشاطات بيونغ يانغ الصاروخية تزعزع الاستقرار في المنطقة، كما أشارت إلى اللقاءات التي عقدها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع نظرائه في اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن الاتفاق مع طوكيو وسول لن أثر جراء كل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار التي تتخذها بيونغ يانغ. قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية قد قصفت مواقع تابعة لها بمنطقة سدراك على الحدود بين البلدين. أضافت الوزارة أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار من أسلحة خفيفة مختلفة على مواقع تابعة لجيش أذربيجان.
قالت وزارة الدفاع الأذرية إن التشكيلات المسلحة الأرمينية قصفت مواقع للجيش الأذري قرب سوشا بإقليم ناغورنو كاراباخ، فيما لم يصدر بعد تعليق من أرمينيا، وتتبادل أرمينيا وأذربيجان إطلاق النيران عبر حدودهما المشتركة على خلفية الصراع الذي احتدم بينهما منذ 3 عقود على إقليم ناغورنو كاراباخ. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التصدي لما وصفه بمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد، مضيفا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد. وفي فعالية بسان فرانسيسكو قال بايدن إن إدارته ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددة على أن الوقت بدأ ينفد وكذلك أموال وموارد المساعدات. قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في المنطقة في منطقة الجنوب أفريقي توماسون فيري إن البرنامج يسعى للوصول إلى 3.6 مليون شخص خلال الأشهر الستة القادمة، مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الأشخاص المحتاجين وأولئك الذين يتم إيصال مساعدات غذائية إليهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من رسائل هاتفية منسوبة للبريد المصري. تزعم اختار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن. وتواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد التي أكدت أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل هاتفية تزعم اختار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية. ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم تجنبا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة المنطقة الجنوبية للقناة هدفها زيادة استيعاب السفن التي تعبر من المجرى الملاحي. أضاف ربيع أن الهيئة تسعى لإتمام ازدواج قناة السويس بصورة كاملة لأنه سيساهم في زيادة معدل العبور اليومي للسفن ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي. درسنا الموضوع كويس قوي، كان الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه، الموضوع كان موجود في الأدراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس ناقشوا معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضه في الرئاسة، وتصدق عليه كمشروع قومي لقناة السويس. انا عايز اقول ان المشروع ده هيبقى هو حجر الزاوية لاستكمال الدبلنج لقناة السويس، او ان تبقى كلها بالكامل قناة ازدواجية كاملة. يعني احنا بنحط اساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني احنا لو بنزود ال 40 متر في جهة الشرق في المشروع دون يعني في 30 كيلو، وبنزود العماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر، وبنعمل في البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو ازدواج عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر، بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72، يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامه في قناه السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع. كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الحوادث التي تقع في المجرى الملاحي للقناة ضئيلة للغاية ولا تمثل أي خطورة. أضاف ربيع أن معدل الحوادث بلغ 9% من عدد مرور المراكب بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أن ذلك يعد وضعا طبيعيا. نتكلم عن نسبة 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر، طبعا نسبة ضئيلة جدا، يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب مروا في قناة السويس كإحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدأت تتكلم إن في حوادث كتير بتحصل في قناة السويس، لا دي مش كتير ولا حاجة، لا ده وضع طبيعي.
لكن هو المهم ايه؟ المهم الحادثة اللي حصلت، ولا المهم ان انت بتتعامل ازاي مع الحادثة؟ يعني هو ده بقى المهم، ان انت برضو اول حاجة عندك اللي احنا الرؤية اللي قلناها والاستراتيجية بتاعت الهيئة اللي احنا قلناها، المحافظة على الامان والاستدامة في قناة السويس، ان انت تعبر في التوقيت اللي احنا قايلين عليه. كما قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس بلغت خلال عام 2022-2023 9.4 مليار دولار بزيادة 35% عن السنة الماضية. كما أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ليست للإيجار، وأن ما يثار من شائعات عن تأجيرها لمدة 62 عاما غير حقيقي بالمرة. طبعا هو غير وارد موضوع أن احنا نخصص حاجة في قناة السويس أو أنها تتأجر ل 69 سنة أو 99 سنة، أو عايزين نقول أصول الهيئة دي ملك المصريين، وتبقى للدستور أي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما. يمكن احنا اتكلمنا عليه لما كان كلام على الصندوق السيادي قبل كده، وقلنا أن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول، فده الموضوع طبعا بعيد عن الموضوع. الموضوع الثاني بالنسبة للبورصة، فعلا احنا طرحين شركة الرباط 20% منها كتجربة في طرح الحكومي. احنا دايما بنتمشى على فكرة، هيك السويس دايما بتمشي مع الحكومة ومع سياسة الحكومة ومع الدولة، يعني دايما مشجعة لها. فاحنا الشركة دي شركة واعدة وناجحة ومحققة نجاحات كبيرة، فاحنا طرحين 20% في الاطروحات، 20% منها، ودخلناها في شركه قابضه دلوقتي عشان ينفع الموضوع ده كمبدا ان احنا ممكن نكمل الموضوع ده، لانه برضه هيبقى في عائد كويس ليه، ما دام الشركه ناجحه يبقى فيها اقبال على الاسهم بتاعتها، وبالتالي هيبقى في عائد يعود على قناه السويس وعلى الدوله. وصلنا الى ختام نشره الثالثه، ولا يتبقى سوى تذكير باهم ما جاء بها من انباء. الرئيس السيسي في باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي بدعوة من ماكرون، ويبحث على هامشها القضايا الإقليمية والدولية. بعد انتهاء هدنة 72 ساعة تجدد الاشتباكات في الخرطوم، وواشنطن تقر مساعدات إنسانية للسودان ودول الجوار بعشرات الملايين. وبمشاركة واسعة، لندن تستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا، وزيلينسكي يعتبر المؤتمر رسالة انتصار ضد روسيا، ويطالب بعضوية كاملة في الناتو. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.